للنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي ليضمن التأهل بطاقة أو ليضمن الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة مامولودي سان داونز الذي تخطى بالأمس معاقبة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي بعد التعادل معه إيابا 0-0، ولكن تأهل لسابق فوزه في أنجولا بهدفين مقابل لا شيء. المباراة امبارح فيها تفاصيل فنية كثيرة، ولكن ما بحبش أتعامل دايما مع أي عمل للجهاز الفني أو مع اللاعبين بالقطاع. ليه؟ امبارح كولر قال نقطة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي، مش كل ماتش لازم أكسب 3-4. طبعا الجمهور نفسه يتفرج ويشوف أفضل أداء وأفضل نتيجة ومتعة في الكورة، ده العالم كله، جماهير الكورة في العالم كله بتحب تتفرج على كده، ولكن وارد جدا في لحظة إن الفريق بتاعك يبقى داخل المباراة يبقى دي أوف، يعني ما يبقاش فيه حالة توفيق. والتوفيق على فكرة ممكن يبقى للاعيبة وللجهاز الفني، التوفيق ممكن يكون للجميع، يبقى اليوم كله ما تبقاش موفق فيه، ولكن مهم جدا لما تبقى في الحاله اللي هي دي اوف ازاي تكسب، ازاي تتاهل، ازاي تاخد من المباراه اللي انت عايزها. الاهلي على فكره من مباراه الذهاب كان ممكن يحسم الامور بدري، ولكن يعني ضياع الفرص، بطوله جديده، تحدي، بدايه موسم والفريق بالتاكيد مضغوط لانه عنده تحديات كتيره، فممكن يكون في شويه قلق، ولكن خلاص انت دخلت في غمار منافسات البطوله وداخل على مواجهه اصعب بكتير من مواجهه سيمبا التنزاني، لان كمان صعوبه المباراه احيانا ودي بتبقى موجوده في اللاعب المصري لما يحس ان المباراه او المنافس في المتناول ساعات جدا او اوقات كتير جدا يعني ممكن بيستسهل المباراه. لكن الحمد لله الاهلي امبارح حتى لما تاخر بهدف عرف يتدارك الامر بسرعه وعرف يحرز هدف تعادل ويتاهل بمجموع المباراتين، لان الاهلي اتعادل في تنزانيا 2-2، وكلنا عارفين طبعا ان قاعده احتساب الهدف خارج الارض مطبقه في النسخه الاولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي تأهل الأهلي إلى مرحلة الدور النصف النهائي. برضو السؤال اللي ناس كتير سألته، طب التغييرات إزاي ما تعملتش تغييرات؟ برضو كولر امبارح في المؤتمر الصحفي شرح ورد على الجزئية دي. بصوا يا جماعة في نقطة مهمة قوي، نتفق نختلف إحنا كمتابعين كصحفيين كإعلاميين كجماهير حتى، ممكن نتفق نختلف في بعض النقاط، ولكن في النهاية في مدير فني بيبقى هو المسؤول مسؤولية كاملة، هو أضرب حالة اللعيبة، هو شايف حاجات احنا مش شايفينها، هو ممكن يكون بيخطط لحاجات لفتره جايه افضل من احنا شايفين تحت رجلينا وبنتفرج على الماتش وعايزين نكسب ونعمل سكور وندي تحذير للجميع ان بطل دوري ابطال افريقيا بيكسب بره وجوه وجاهز لمواجهه سان داونز والكلام ده كله. خليكم بس الاول متفقين على فكره ان كل الفرق الافريقيه بتخشى الاهلي، كل الفرق الافريقيه بتخشى الاهلي بما فيهم مامولودي سان داونز، رغم قوه الفريق، رغم العناصر اللي عنده، رغم امكانياته الفنيه، ولكن بيخاف ان هو يلعب مع نادي الاهلي، انه عارف ان الاهلي بيعرف ازاي يكسب، بيعرف ازاي يتاهل، فربنا باذن الله يكرم الاهلي في لقاء سان داونز ذهابا وايابا الاسبوع المقبل. لكن مباراه سيمبا بتفاصيلها الفنيه اكيد كان في حاجات ممكن البعض بيتخوف منها، ليه ما كانش في تغييرات؟ قلت في النهايه في مدير فني. ليه امبارح ما كانش في تركيز؟ ممكن المباراه المنافس انت شايف اللقاء الاول 2-2، مش عايز تبذل مجهود كبير، عايز تريح لان عندك ماتش كمان في جنوب افريقيا بعد 72 ساعه، كمان خدوا بالكم نتيجه مباراه سان داونز مع بيترو اتلتيكو في انجولا كانت وصلت للناس كلها خلاص احساس بنسبه تتخطى 90% ان فريق سان داونز هو اللي هيواجه الاهلي في المرحله اللي جايه في الدور نصف النهائي، ولكن الحمد لله قدر الاهلي يتخطى موقعه سان داونز. امبارح